يستمتع أهل فيينا بأعلى جودة حياة من بين جميع عواصم المجموعة الأوروبية، أكدت ذلك دراسة ميرسر العالمية التي وضعت 39 معياراً للجودة لهذه المقارنة، منها على سبيل المثال الوضع السياسي والاقتصادي، الأمن، التأمين الصحي، المواصلات والنقل العام، فرص وإمكانيات التسوق، التعليم ووضع الإسكان والبيئة. ومقارنة بعواصم العالم استحوذت فيينا على المركز الثالث. حسب دراسة مجموعة ميرسر الاستشارية البريطانية عن جودة نوعية الحياة العالمية، جاءت فيينا في المرتبة الثالثة، ومن بين عواصم المجموعة الأوروبية كانت فيينا الأفضل، وهذا يسعدنا جدا. بالرغم من شهرة فيينا عالميا، ما الذي يدفع السياسيون وأصحاب القرار فيها لاختيار دولة الإمارات وبالأخص أبوظبي ودبي والشارقة لتقديم أنفسهم فيها؟ ولاية فيينا بالذات قررت أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة هي أحد الدول التي تحب أن توثق العلاقات فيها، لاسيما أنه أكثر سواح الدول العربية يأتون إلى نفسهم من دولة الإمارات العربية المتحدة من البلد الشقيق. فتوثيق هذه العلاقات في التبادل العلمي، في التبادل التجاري، وأيضا في التبادل الحضاري يوثق هذه العلاقات الجيدة. سيكون هناك عرض فيلم لمحمد، شخصية محمد أسد رحمة الله عليه، في هذه الزيارة، وهي ستكون أول عرض لهذا الفيلم في العالم. سيكون في الشارجة باعتبارها العاصمة الثقافية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا يبين أيضا تقارب الحضارات. محمد أسد رجل نمساوي اعتنق الإسلام، أخذ غير اسمه من ليوبولد فيس إلى محمد أسد، أخذ اسم عربي، فترى هناك في تقارب وتلاحم كثير حتى من عصور مضت لا أحد يعرف بذلك، وظن أن هذه ستكون مفاجأة جميلة للجميع. هذه مناسبة رائعة للالتقاء بالشعوب والدول لتوثيق الصداقة والتعاون، وبالأخص التعاون الاقتصادي. نود أن نعرف عن فيينا كمركز مالي، وفي اعتقادي أن هذا أمر مهم للدول العربية. عالميا هناك ثقة عالية بالنظام المالي لفيينا. النمسا دولة صغيرة وحيادية، ولم يسبق لها أن دخلت حربا ضد أي دولة، ولديها ما يكفي من الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. تشتهر فيينا بجانب زيورخ بأنها أكثر مدينة يستخدم فيها المواصلات العامة. نحن المدينة التي يتوفر فيها قطار الأنفاق والترام والباص، وكلها تعمل بانسجام. سنقوم خلال الأشهر والسنوات المقبلة بتطوير مخطط وتصور مستقبلي شامل للمواصلات في مدينة أبوظبي، وذلك يشمل الطرق التي يجب توسيعها، المناطق التي يتوجب توصيلها بخطوط الباصات أو خطوط الترام، وإن لزم الأمر بسبب كثافة السكان أيضاً توفير قطارات الأنفاق. إنه مخطط رئيسي للخمسة وعشرين سنة المقبلة يحدد التصور الشامل للمواصلات في أبوظبي. الإمارات منطقة مذهلة في الحق، ونفخر بأننا منحنا عقداً هائلاً في أبوظبي لبناء أكبر جسر على خور أبوظبي، يشمل 10 خطوط وطوله كيلومتران. دولة الإمارات ودبي شريك مهم لمدينة فيينا، وهناك علاقات دبلوماسية واقتصادية جيدة، وقبل نهاية هذا العام سيزور وفد من حكومة فيينا كل من دبي وأبوظبي والشارقة، وسوف نقدم خبراتنا الاقتصادية، وأيضا سنقدم تراثنا وثقافتنا. ستحضر شركاتنا لتعرض إمكانيات الاستثمار في فيينا، وأفضل طريقة لمزج هذا كله من خلال تقديم احتفال فيناوي بالموسيقى والرقص الكلاسيكي والمأكولات النمساوية وتقديم للتراث الفيناوي العريق. قدمت المجموعة الأوروبية الجائزة الأولى لدائرة إعلام مدينة فيينا لجهودهم المستمرة لتثقيف وتوفير المعلومات لجيرانهم من شعوب أوروبا الشرقية السابقة، ويأتي هذا من ضمن نشاطات فيينا لدعم مشروع المنطقة الاقتصادية المشتركة مع جيرانهم في براتسلافا وبورنو وغيور.
أرى هذه الجائزة كاعتراف بعملنا وجهودنا المتواصلة لكي نلم شمل جيراننا من شعوب أوروبا الشرقية السابقة. 40 عام من الفراق وعدم وجود المعلومات لكلا طرفي الستار الحديدي جعل الشعوب تعيش في وضع غير واقعي، ومن المهم أن نرجعهم إلى عالم المعرفة والمعلومات وأيضا الاستفادة من الفرص والمخاطر على حد سواء. يوجد الآن في سلوفاكيا 3 من أكبر المستثمرين في مجال صناعة السيارات، وهم بيجو وسيتروين ومن كوريا الجنوبية كيا. ومن المتوقع في عام 2009 أن تتربع سلوفاكيا على المرتبة الأولى في العالم من حيث مقياس تصنيع السيارات والأفراد. وعموما في سلوفاكيا التي يبلغ عدد السكان فيها 5.5 مليون نسمة، هناك 33 جامعة منهم 10 جامعات خاصة، ولدينا علاقات جيدة وشراكة مع كل الجامعات الأوروبية. أنا سعيد جدا بالمرحلة التي وصل إليها مشروع سنتروب. إنها منطقة اقتصادية مشتركة صغيرة في قلب أوروبا، تشمل فيينا، سلوفاكيا والمناطق التشيكية والهنغارية المحيطة بفيينا. الهدف منها مساعدتهم تحسين اقتصادهم، وهذا هو هدفنا، تحسين أوضاعهم. ذلك ينشط الاستثمار في كل هذه المنطقة، خاصة شبكة الطرق والمواصلات. ذلك يشمل النمسا أيضا. التطور يشمل أيضا التعايش في جميع المجالات، الترفيه، الرياضة، الثقافة. هذا كله أصبح حقيقة وواقع. سيستغرق الأمر جيلا كاملا حتى تختفي الحدود السابقة التي لا زالت مرسومة في العقول. نستطيع اليوم أن نقطف الثمار. المعارضون لهذا المشروع يقولون أن العمال السلوفاك يأخذون فرص العمل من النمساويين، ولكي أرد عليهم أدعوهم للذهاب إلى مصنع الفولكس فاغن غرب مدينة براتسلافا ليشاهدوا بأنفسهم. الربع من مجموع الذين يعملون في الوظائف التخصصية هم من النمسا. هذا يعني أننا ننمو سويا، وذلك هو هدفنا. تراث الحفلات العريقة في فيينا كما نرى هنا يرجع إلى القرون السابقة، حيث كانت ولا زالت تعد المكان المفضل لعقد الصفقات السياسية والاقتصادية. تتخذ القرارات حسب المشاعر، والمعروف أن 95% من قراراتنا تعتمد على مشاعرنا الإيجابية، وإذا كانت المشاعر إيجابية سوف تتخذ القرارات. وأستطيع القول أن المشاعر هنا إيجابية للغاية، وسوف ينتج منها صفقات كثيرة. تتسابق العواصم العالمية لجذب الأموال والمستثمرين إليها، وعن الشروط التي تؤهل مدينة لتكون مركزاً للاستثمار يحدثنا عمدة مدينة موسكو. يجب أن تكون هذه المدينة غنية بما فيه الكفاية، ويجب أن تكون قابلة للتطوير، ومن ثم تأتي الشروط التي تفرضها الشركات المستثمرة.